بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنشرح ازاي نستخدم الداتابيز بتاعه التيم. اولا هنفتح الداتابيز بتاعتنا، تمام، اللي هي دي. طبعا هندوس من هنا. لو بيسألك ان انت واصل الداتابيز ديت او كده، طبعا بما اننا احنا اللي عملناها فاكيد واصلين فيها. في البداية نبدأ نفتح الهوم بيج أو الهوم فورم بتاعنا، اللي هو هيتحكم هندخل منه على كل حاجة. في عندنا ديات الهوم بيج بتاعتنا، تمام. في عندنا تلات خيارات أو تلات فورمز رئيسية. أول فورم هو الريد ممبرز. الريد ممبرز دوت بيسمح لي إن أنا أعمل تقييم للأعضاء عندي، تمام. بيسمح لي برضو ان انا اختار اسم العضو، اسم السكشن بتاعه، واعمل تقييم بناء على الفيلدز اللي عملها الاتش ار. ده الممبر داتا. ممبرز داتا، الممبرز داتا عباره عن داتابيز او مجموعه او جدول فيه كل الاسماء بتاعت الاعضاء. ده بيشمل كل البيانات بتاعتهم، واقدر اعمل ريبورتس منهم. تالت حاجه هي الممبرز داتا، الممبرز ريتنج. الممبرز ريتنج لو انا عايز اعمل اخد اسماء الممبرز اللي هم الريت بتاعهم اقل مش معين، او انا مثلا في سكشن اوبريشن وعايز اعمل حصر للناس اللي هم المتوسط بتاع التقييم بتاعهم اقل مثلا من 50%، اقل من 60%، او الى ما ذلك او ما الى ذلك. ده طبعا هندخل اول حاجه نجرب او نشوف ازاي هنستخدم الممبرز داتا. هنضغط على ممبرز داتا، يفتح لنا الفورم بتاع الممبرز. اول حاجه طبعا زي ما احنا شايفين، الممبرز ده الممبرز داتا عباره عن كل البيانات اللي هي بتاعت الممبرز. ممبر اي دي، نيم، ايج، يونيفرسيتي، فاكولتي اند جريد، فيسبوك اكونت، ايميل، والفون نمبر، والسكشن بوزيشن. اول حاجه هنا هنعرف ازاي نضيف ممبر جديد. الممبر اي دي عباره عن ثلاث حاجات. اول حاجه اللي هي السنه، بعد كده الشهر، بعد كده اليوم، يعني التسلسل ماشي بالتالي يعني 21 اللي بعده 22 وهكذا الى ان يخلص ايه تمام. ده اول. تاني حاجه بقى عباره ان هنشرح ايه دوت والكنترول بوتنز دي بتعمل ايه. اول حاجه ده عباره عن ان انا بضيف ممبر جديد لينا في عايز اجيبه في الداتابيز عموما الممبر ليست. اول حاجه هدخل الاي دي بتاعه، يعني احنا قلنا بس هنشوف اخر اي دي داخل كام، وبعده هنقرر هندخل ازاي يعني. تاني حاجه الاسم بالكامل. تالت حاجه الايج والبيانات بالكامل، بس اليونيفرسيتي بنختارها من هنا في مجموعه يونيفرسيتي موجوده معانا. فاكولتي طبعا بنختارها من هنا، الفاكولتيز الموجوده معانا. واحنا ممكن نكتب يعني ممكن لو مش موجود الفاكولتي هنا نكتب قيمة من عندنا يعني، فاهم؟ يعني مثلا لو طنطا مثلا نكتبها احنا عندنا عادي. وبالنسبة للمحافظة نفس الكلام، احنا ممكن نسجل نكتب القيمة اللي احنا عايزينها لو ما كانش موجودة في الليست بتاعتنا ديت. بعد كده فيسبوك اكونت المفروض تسجله، بعد كده الايميل بتاع العضو، تمام. اخر حاجه الفون نمبر، وبعد كده الاتش السكشن بتاعه ان تبع انهي قسم، والبوزيشن بتاعه هل هو السكشن طبعا اختاره من القائمه، والبوزيشن اختاره من القائمه، هل هو انفورميشن تكنولوجي ادمن ولا هو عموما ادمن، وادمن ايه، ولا اوبريشن ادمن، ولا ميديا ادمن، ولا جاست ممبر. هنحدد ده كله وبعد كده هندوس سيف. سيف دي سيف. ده النافيجيشن بار في النهاية. أول حاجة الزرار دوت بيعمل إيه؟ بيجيب أول
اول ريكورد او اول بيانات للعضو، البيانات بتاعت اول عضو في قاعدة البيانات عندي، وده بيجيب اخر عضو. تمام، ده بيجي بيمشي مين؟ ده بيمشي شمال عادي جدا، بيجيب الناكس والبريفيوس. هنا السيرش طبعا، عايز سيرش عن اي حاجة، مثلا عايز سيرش اوبريشن هنا بحدد له لوك ان ايه بالظبط، هالبوزيشن ولوك ان ممبرز، كل الجدول اقول له كل الجدول هنا. بعد كده هو الفيلدز ولا اني بارت اوف فيلد، يعني هل انت عايز الفيلد كله يكون متشابه مع اللي انت بتبحث عنه، ولا عايز اي جزء ممكن يتشابه معاه يجيبه. بنقول طبعا اني بارت اوف فيلدز. بعد كده ايه، سيرش اب داون، يعني سيرش يمين يعني قدام ولا ورا، طبعا كله ماتش كيس، بحدد هل هو هيجيب يعني المتشابه جزء معاه ولا لا. تمام، هنا اوبريشن، اوبريشن برضه لو عايز ابحث عن علي مثلا، فاين نيكست جاب لي علي، فاين نيكست علي جاب، فاين نيكست علي تاني جاب كل الناس اللي موجودة فيها كلمة علي. ده بالنسبة للبحث، مثلا عايز ابحث برقم التليفون مثلا، لو هجيب رقم التليفون ده مباشرة وهحط هنا، خد بالك رقم التليفون مفهوش صفر من قدام، الصفر ده باي ديفولت معروف يعني. طب انا اقول له ايه، اقول فين هو مش جايب، اكيد في مشكلة معينة. عموما زي ما شفنا ممكن نبحث الأسماء وكل حاجة يعني. بعد كده بقى ندخل على البوتنز اللي بعد كده. اول حاجة طباعة قائمة الاعضاء. دلوقتي انا عندي الاعضاء كلها حوالي 30 عضو ايا كان العدد، عايز اطبع منهم ريبورت واحد، في مجرد هضغط على الزرار دوت هيطلع لي قائمة كاملة بأسماء الأعضاء اللي موجودين معايا في التيم وكل بياناتهم. هو ناقص بيانات معينة فيها، بحيث انها يعني أهم بيانات موجودة معانا. وطبعا هنا الأدمنز والتيم كوردينيتور موجود، دكتور حازم، وبعد كده الاتش ار مانجر والاي تي مانجر، كل مانجرز موجودين معانا فين؟ في التيم. طبعا احنا عايزين نبرنت الداتابيز، نبرنت الريبورت دوت. برنت فيو، هنلاقي زرار فوق هنا اسمه برنت فيو، هندوس برنت. تمام، وبعد كده ايه، هنسيف الفايل. زي ما احنا شايفين ده الريبورت اللي هيطلع في النهاية بعد ما اعمل برنت ليه. لسهولة جدا يعني، مجرد ضغط الزر هلاقي الريبورت ظهر قدامي، كل البيانات زي ما انتم شايفين، وادي ختم الفريق كمان، ختم الجمعية زي ما احنا شايفين. ده ايه، بمنتهى السهولة يعني. هنقفل الريبورت، هنقفله من هنا. تمام، الحاجة الأهم من كده بقى اللي هي ايه، سيبوني أروح للهوم تاني وأوديكم هنا قبل ما نروح للممبر ريتنج. ريت ممبرز، انا عندي قائمه كده باسماء الاعضاء وهعمل لهم تقييم، اللي المفروض المسؤول عنه اتش ار. بس السهوله جدا هنا يعني، زي ما احنا شايفين مفيش تعب او بتاع يعني، مجرد بس قيم بتدخلها وخلاص. هنا هنختار اسم العضو اللي احنا عايزين نقيمه. تمام، وليكن احمد محمد عبد الحفيظ مثلا، هدي قيمه للبيهيفير من 10، مثلا هدي 8، وهنا في attendance مثلا 4، وهنا في task performing 3، وهنا في active sharing 8، وهنا ايه rating number. rating number ده لازمته ان انا الريت رقم كام، يعني انا مثلا كل 3 شهور بعمل ريت، يبقى كل 3 شهور بعمل ID لكل ريت. يعني الشهر الاولاني مثلا بكتب واحد مثلا، او اول ريتنج بعمله بكتب فيه واحد، تاني ريتنج بعمله، بحيث ان انا لما في الاخر اجي اجمع الريتنج او اعرف انا الريت بتاع الشخص الفلاني في الفتره الفلانيه، او اول ريت للشخص الفلاني ايه اللي حصل،
هل نزل مستواه طلع مستواه، يعني بقدر اعمل اناليسيس للموضوع او تحليل للموضوع ايه اللي حصل للممبرز معايا. فلنفترض ان اول ريتنج لينا هنعمله، وبعد كده ندوس سيف. تمام، هنضيف عضو جديد مثلا بصورة جدا كده، محمد جمال، هنديه قيمة 2 3 7 مثلا 8، وطبعا أول ريتنج سيف ونيو. هنختار عضو عشوائي 4 9 2 4 تاني، والأول أول ريتنج. تمام، نختار عضو تالت سارة يوسف 4 مثلا. كل القيم دي يا جماعة مجرد تجريب بس مش أكتر، يعني أنا مش أظن يعني أنتوا الناس دي كده بس. واحد، وبعد كده سايب كده. احنا عملنا تلاتة بتاع، بس خلينا نعمل واحد تاني بحيث إن التلاتة تبقى أوضح، أو التجربة تبقى واضحة أكتر. 9 مثلا، 9 مدرب الأول مرة نسيب، و بنرجع لهم. احنا كده عرفنا الممبرز داتا بنعمل فيها ايه، والريت ممبرز بنعمل فيها ايه. تعالى بقى الاهم حاجه في الموضوع بالخاص، يعني هو ممكن يكون خاص بالاتش ار اكتر، او هو بالموضوع في التسهيل. يعني ممبر ريتنج، طبعا ممبر ريتنج هيشمل تقييم الاعضاء، يعني نتيجة تقييم الأعضاء. أنا بقيم الأعضاء من هنا. تمام، نتيجة تقييم الأعضاء أنا عايز أطلع ريبورت بالأعضاء اللي الريت بتاعهم قليل جدا أو كتير جدا، أو أقيم أعضاء بحيث إنه أكتر أعضاء أكتف عندي كده. يعني member rating intersection code، طبعا أول ما أضغط على الزرار هيطلع لي رسالة بحيث إن أنا مين السكشن اللي أنت عايز تقيمه، سكشن مين اللي أنت عايز تجيب التقييمات بتاعته. طبعا ممكن ادخل كود السكشن، كود السكشن يا اما الاوبريشن او بي، طبعا هتكون كابيتال، او الاتش ار كابيتال، او الميديا نفس النسق، يعني المفروض نكتب الحاجه زي ما هي موجوده فعلا هنا، او الاي تي او البي ار. تمام، طبعا انا مش عايز سكشن واحد، انا الاتش ار مثلا او المنسق العام، وعايز اعرف كل الناس، تقييم كل الناس الموجوده معايا في التيم. بسيطه جدا، بعمل بعمل بكتب ستارت. ستارت يعني هات لي كل الناس، انا مش عايز سيكشن معين او كده. فطبعا انا دلوقتي عايز كل الناس، مش عايز سيكشن معين يعني. وهنجرب ازاي نعمل سيكشن معين. طبعا هندوس اوكي، اول ما دوسنا اوكي طبعا هيظهر لنا رسالة تانية، select members their rating element، يعني هات لي members اللي هم الريت بتاعهم اقل من الرقم اللي انت هتكتبه هنا. يعني انا عايز مثلا members اللي الريت بتاعهم اقل من 30، يبقى هجيب الريمبرز اللي بتاعهم اقل من 30، بس انا خلينا في نقول 40 مثلا. طب ازاي حكيت 40 جت منين، او ايه الرقم اللي بناء عليه هنعمل كده؟ اولا احنا عندنا بنقيم على اربع حاجات، او الاربع حاجات دول كل تقييم منهم من 10، فبالتالي عندنا 40 درجة. احنا بنجمع ال 40 درجه دول ونيجي هنا نقول لك انت عايز الممبرز اللي هم المجموع بتاعهم اقل بكام. يعني انت عايز مثلا 40، فاقل من 20 هم اللي بره. تمام، فاحنا هنقول له اقل من 20 وهندوس اوكي. جاب لنا الممبرز اقل من 20. طب ازاي جاب لنا الممبرز ديت؟ عباره عن بيانات الممبرز، الممبر اللي هو اقل من 20. تمام، لو احنا عايزين نافيجيت ما بينهم باكتر من واحد. تمام، بنروح بنيجي. تمام، يعني 3 عندنا او 4 اه. تمام، كل ده اقل من 20. تمام، وكل السكاشن طبعا اتش ار اهو، وده اوبريشن، وده ايه اوبريشن، ده اوبريشن برضه. لو عايز اول ريكورد هاجي هنا، لو عايز اخر ريكورد داخل معايا خد هنا. ده البرنت بقى، انا عايز اطلع الشخص ده بس. سوري،
فكينا البرنت ديت، خلينا في السيرش، هنسيرش بالاي دي تمام، هنسيرش باحمد مثلا، عايزين الشخص اللي اسمه احمد، سوري احمد، زي ما احنا شايفين ان هو جاب احمد هنا، وهكذا يعني. لو انا عايز اشوف اي حاجه من الاعضاء اللي هم، ان انا طلعت نتيجه من الريت بتاعهم اقل من كذا يعني تمام. هنا طبعت التقييمات، وهنا طبعت قائمه الاعضاء برضو عشان السرعه يعني. انا حاطط لكم قائمه الاعضاء هنا اللي عايز يطبعها في اي وقت. طبعت التقييمات بقى، هطبع التقييمات اللي بناء عليها، اللي بناء على الريتنج اللي انا عايزه. هدوس على هيطلع لي نفس البتاع، بحيث ان انا عايز اطبع الريبورت. مثلا انا عايز بقى الاوبريشن بس، الناس اللي الاوبريشن بس، او بي كابيتال طبعا نحط كل ده. بعد كده اوكي، بعد كده السليكت ممبرز ريتنج اقل من نفس الكلام اللي فات، هنقول مثلا اقل من 30 من 40، هندوس اوكي. هيطلع لنا طبعا مش هيطبع دلوقتي، بس هنجرب الاول كانسل. هيطلع لنا ريبورت بكل اسماء الناس اللي الريت بتاعها اقل من 30 زي ما انا اديته. يعني هنا مثلا عندنا اسماء كذا، الممبر ده 15 37 يعني نص في المية. اول حاجة الاي دي طبعا والنيم، وعندنا السكشن بتاعه لو حاطين كله اوبريشن، لان انا اخترت عايز تقييم الناس اللي في الاوبريشن بس. برضو البيهيفير، البيهيفير عندي هنا من 10، التنز من 10، الاكتيف شيرنج من 10، البرفورمانس تاسكس من 10، واكيد اخر حاجه التوتال من 40 درجه، والبيرسنت 37، البيرسنت النسبه المئويه من الريتنج بتاعه 37.5، 52.5، 35، 37.5 برضه. فدوت الريتنج المفروض ايه انا اتعامل بيه. تاني حاجه بقى ايه، نعمل برنتنج للريبورت دوت، طباعه هنا برنت، فهيضطر يدوس اوكي تمام، واكمل ودي اسم طب نطبع لكم ورقة عشان خاطر تعرفوا ان تطبعوا ازاي. هندوس اوكي، هنستنى برنت ازاي. هنكبر هنا تمام، هندي اسم الملف اللي احنا عايزينه، وليكن زد سي اف ريبورت، وهندوس لو سيف طبعا، وهو ببرنت عمل برنت طبعا. هنيجي هنا هنلاقي الريبورت موجود زي ما احنا شايفينه، ادي الريبورت بسهولة خالص. ومن ميزة الريبورت دوت موجود فيه الختم بتاعنا، مجرد بس ان انا هدوس على زرار واحد اللي هو طباعة، هيطلع لي ريبورت كامل من غير اي تعب او اي مجهود كمان. تمام، هنقفل الريتنج وكده. يعتبر احنا يعني شبه خلصنا شرح لل الداتابيز بتاعتنا، وهيكون في اضافات قدام شويه ان شاء الله. الاضافات ديت هتبقى للتسهيل مش اكتر يعني. هنضيف ان شاء الله التاسك، يعني بحيث ان احنا هنعرف مين اللي هيعمل تاسك لمين، يعني الادمن ممكن يكلف الناس بتاسكس ويسجل التاسكس ديت في الداتابيز بتاعتنا. ده للتسهيل طبعا، وان شاء الله هنضيف حاجات تانية، بس عايزين نشاط وتعاون مع حضراتكم معانا يعني. اشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.